عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو هنزرع مع حضراتكم التفاح. أي نوع تفاح هنزرعه؟ بنفس الطريقة، التفاح الأخضر أو التفاح الأحمر أو التفاح الأصفر من الخارج والأحمر من الداخل بنفس الشكل. هاخد البذور بتاعتي من ثمرة التفاح وهقشر الغلاف الخارجي للبذرة. بنفس الطريقة هقشر البذرة ولكن هقشرها بالراحة وهحافظ على إن البذرة بتاعتي ما تنقسمش أو ما تنكسرش وتفضل البذرة زي ما هي. بعد كده هبدأ أجيب علبة أو كيس بلاستيك وهجيب مناديل ورق وهرطب المناديل بتاعتي وهوزع البذور بشكل جيد. هحط جزء من البذور مقشر وجزء من البذور بدون تقشير. البذور اللي بدون تقشير طبعا بالعادة ما بتنبتش. التفاح الأحمر، التفاح الأخضر، أي نوع من أنواع التفاح بنفس الطريقة هزرعها بنفس الشكل. بعد ما أحط البذور في المناديل وأرطب المناديل دي بالبذور هقفل العلبة بتاعتي وهخلي العلبة بتاعتي داخل المنزل في جو معتدل، مش في التلاجة ومش في الشمس ومش في الإضاءة، في جو معتدل هترك العلبة بتاعتي بالبذور. بعد مرور 15 يوم هلاقي عندي البذرة بدأت تنبت. البذور اللي بدون قشر نبتت والبذور اللي لسه ما تقشرتش او بقشرها هي اللي لسه ما نبتتش. هاخد البذور اللي نبتت وحافظ على اني اخد البذرة بالمجموع الجذري كامل. لو في تعارض بين المجموع الجذري والمناديل فبالتالي هاخد البذرة مع جزء من المناديل ومش هترك جزء من الجذور في المناديل. بنفس الشكل انا هنا اخدت البذور واغلب البذور فيها مناديل وده افضل من ما كنت سبت الجذور مع المنديل. بنفس الشكل اصبحت البذور عندي. هبدأ اجيب الصيص ويحط فيه تربة زراعية، تربة تكون خفيفة والصيص عندي يكون فيه فتحات تصريف جيدة. هزرع الأشتال بتاعتي ولكن هزرعها بشكل مختلف شوية. هزرع الأشتال بتاعتي في منتصف الصيص، يعني الصيص هجيبه ومش هملاه كله تربة زراعية. هخلي تقريبا 25% من الصيص تربة وهترك باقي الصيص فاضي وهنعرف السبب أثناء الفيديو. بنفس الشكل هبدأ أزرع الأشتال بتاعتي بالراحة وهثبت الشتلة جيد وهحافظ على إني ما كسرش جذور شتلة التفاح أثناء عملية الزراعة. هزرع شتلة، هزرع اتنين، هزرع تلاتة بنفس الطريقة وهثبتهم بشكل جيد وهخليهم بعاد عن بعض شوية وهترك باقي الأصيص عندي فاضي بنفس الشكل. هروي الأشتال بتاعتي رية خفيفة جدا بالرشاش بنفس الشكل. لو عندي الجو برد هقفل الصيص بتاعي بالبلاستيك، لو عندي جو معتدل واحنا حاليا بشهر 3 فبالتالي هسيب الصيص مفتوح، ولكن وجود الاشتال اسفل الصيص بنفس الطريقه هيحمي الشتله عندي وهيؤدي الى سرعه نمو الاشتال، وده السر في ان احنا ما زرعناش الاشتال بتاعتنا في الصيص في الاعلى. بنفس الشكل عندي هنا الاشتال في الاسفل في الصيص هتكون محمية من الهواء ومحمية من أشعة الشمس وهلاقي عندي نموها باستمرار جيد. هروي الأشتال بتاعتي بالرشاش كل يومين رشة خفيفة جدا باستمرار هلاقي عندي في تطور في نمو الأشتال. انتظر الحين الأشتال توصل لارتفاع 10 سنتي و 15 سنتي وبعد كده أفصلهم مع حضراتكم في فيديو قادم. أتمنى من الله أن يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة. أتمنى أن الجميع يكون استفاد ولا تنسوا زكاة العلم تبليغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.